بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك حسن الختام عند انتهاء الأجل. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به: وجائز في حقه ما أمكن إيجادا إعداما كرزقه الغنى، فخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل. وخاذل لمن أراد بعده، ومنجز لمن أراد وعده. فوز السعيد عنده في الأزل كذا الشقي ثم لم ينتقل. وعندنا للعبد كسب كلفا، ولم يكن مؤثرا فلتعرفا. فليس مجبورا ولا اختيارا، وليس كلا يفعل اختيارا. فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب. ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها، فحاذر المحالة أو المحالة، يعني في أكثر من احتمال سنأتي عليها. وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام وجهل الكفر. بعد أن انتهينا مما يستحيل في حق الباري جل جلاله، ودخلنا في موضوع ما يجوز في حق الباري جل جلاله، بدأ الشيخ رحمه الله فقال: وجائز في حقه ما أمكن إيجادا إعداما كرزقه الغنى. هذا لم نشرحه؟ هذا ما شرحناه؟ وجائز في حقه ما أمكن؟ لا، الجائزات لم نشرح. طيب، وجائز في حقه ما أمكن إيجادا إعداما كرزقه الغنى. يجوز في حق الباري سبحانه وتعالى، هناك أشياء ممكنة في حقه جل جلاله، منها الإيجاد والإعدام. يعني يجوز أن يوجد الكون، ويجوز أن لا يوجده. يجوز أن يغني، ويجوز أن يفقر. يجوز أن يرزق، ويجوز أن لا يرزق. فهذه قضية مهمة جدا علينا أن ننتبه إليها. الحشوية، الطائفة الحشوية، لم يفهموا هذا الكلام، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى خالق، وما دام خالقا فلا بد من خلق. كلمة هذه لا بد من خلق، هذه يعني هل يجب على الله أن يخلق؟ أبدا. هم وصلوا إلى نفس طريقة المعتزلة في هذا، بل زادوا على المعتزلة وزعموا أن الكون قديم مع الله سبحانه وتعالى. حتى تتحقق الخالقية لابد أن يكون خالق، لابد أن يكون الله خالقا أزلا، وهذا محال. فزعموا أن الكون قديم مع الله سبحانه وتعالى، وعندهم في هذا فلسفة عجيبة، يعني يحاولون أن يخرجوا من كلام الفلاسفة لكنهم لم يخرجوا. كل هذا الشيء سبب لهم هذا الأمر عدم فهمهم لأقسام الحكم العقلي. أقسام الحكم العقلي لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز بثالث الأقسام، فافهم منحت لذة الأفهام. الكون أساسا ليس واجبا، والمخلوق ليس واجبا، هو ممكن، قد يكون وقد لا يكون. فالله سبحانه وتعالى خالق، المقصود به من شأنه أن يخلق، لأنه استفاد الخالقية من خلقه. فالخلق جائز، ومدام جائزا فليس واجبا على الله سبحانه وتعالى. ويكون الله خالقا حتى لو لم يخلق الخلق، لأنه من شأنه أن يخلق، يعني هو قادر على الخلق سبحانه وتعالى. خلق أو لم يخلق هذه قضية أخرى. إذن هذه مسألة ننتبه إليها جيدا. فهذه كلها من الجائزة. كذلك الرزق، صفة الخلق كصفة الرزق. قل خلق لم يخلق، لا يلزم من نقص.
رزق لم يرزق، يعني ينظر إلى فرد بعينه، الله لم يرزق فلانا، تمام؟ نفس القضية إذا قلنا لم يرزق أحدا، هو رزاق من شأنه أن يرزق، لكنه ليس واجبا عليه أن يرزق الناس، هو يرزق تفضلا من عندي سبحانه وتعالى. شيخنا مثلا يوجد آية كل يوم هو في شأن، مثلا إن كان هكذا يعني هذا المسألة يعني. طيب ماذا ما السؤال؟ يعني إن كان الله سبحانه إن كان في كل يوم مثلا في شأن، يجب أن لابد أن يخلق مثلا شيئا. من قال لابد أن يخلق؟ كل يوم له في شأن الله سبحانه وتعالى، له شؤون، له تجليات عجيبة غريبة ليست بشأن لا نعلمها، لم نطلع على 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 ذاته سبحانه وتعالى حتى نطلع على صفاته، هذا عالم غيب. لكن هل يعني كل معنى، هل معنى كل يوم في هو في شأن يعني هو لابد أن يخلق كل يوم؟ هل هذا معناه لابد أن يخلق كل يوم؟ هذا لا يدل عليه. قصة طريفة يذكرونها في شخص قال سأل يعني الشيخ جالس في الدرس، قال يعني كل سألوا ما شئتم، ف يعني طبعا هذا الشيء يعني ينبغي أن لا يكون سألوا ما شئتم، يعني سألوا عرفنا أجبنا وإلا. قالوا عندي سؤال، ولا شاب صغير ولا ذاكرة، قال عندي سؤال، قال ما شأن ربك اليوم؟ قال قال أنت تعلم؟ قال نعم أعلم. قال كيف تعلم؟ أخبرني. قال ما دام أنا أعلمك الآن تجلس مكاني وأنا أجلس مكانك، قم إلى كرسي الأستاذ. فجلس وجلس الشيخ في حلقة، قال سأل الآن، قال ما شأنك اليوم؟ قال خفضك ورفعني، خفضك ورفعني. نعم، فخالق سبحانه وتعالى لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل. وهذه من المسائل الأساسية عند أهل السنة والجماعة، وهي مسألة خلق أفعال العباد، وهي فرع لمسألة توحيد الأفعال. عندنا التوحيد ثلاثة: توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال. من توحيد الأفعال أنه لا يجري في كونه إلا ما أراد جل جلاله، فكل ما في هذا الكون من جواهر وأعراض هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فإذا خلق الجوهر لا يخلق العرض، والأعمال ليست عرضا. فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، كل شيء مخلوق فخالقه الله سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، والله في القرآن، والله خلقكم وما تعملون. هذه ما إما مصدرية أو موصولة، يعني الله إذا قلنا مصدرية يعني الله خلقكم وعملكم، فتكون نصا في محل النزاع أن الله خالق أفعال العباد. أو تكون ما موصولة، يعني أن الله خلقكم والذي تعملون، كذلك يلزم منها في الآخر أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. ماذا يفعل المعتزلة في مثل هذه الآية؟ يحصرونها في سبب نزولها أو في قصتها، فيقول هذا في كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يخاطب قومهم الذين صنعوا الأصنام. الأصنام هم صنعوها، فيقول لهم والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وأصنامكم. طبعا هذا الكلام استدلال ضعيف، لماذا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالله خالق لكل شيء، فخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل، خالق لنا وخالق لأفعالنا. موفق لمن أراد أن يصل، الله سبحانه وتعالى يؤيد من أراد، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فإذا هو يثبت إذا شاء، ويقدم ويؤخر. نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، فالله هو الهادي سبحانه وتعالى، وهو خالق الهداية في القلوب، فهو موفق لمن أراد أن يصل سبحانه وتعالى. وكذلك
قال الأفعال كلها مخلوقة لله. قلنا الأفعال كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، حتى معصية العاصي وطاعة الطائع. طيب يسأل الإنسان، طيب لماذا يحاسبنا عليه؟ أقول لكم، من قال لك إن الله سبحانه وتعالى يحاسبك على خلق المعصية فيك؟ الله سبحانه وتعالى لا يحاسبك على خلق المعصية فيك. المعصية مهما كانت، الخمر الله خلقه، والله سبحانه وتعالى خلق شربه للإنسان، والله سبحانه وتعالى خلق هذه النشوة التي تحصل للإنسان عند ملاقات هذا الشيء. لكن من قال إن الله يحاسبك على هذا؟ الله يحاسبك على القصد، يحاسبك على الاختيار. هذا الذي ندرسه بعد قليل. خالق للطاعات، خالق للمعاصي، وقد يبتلي بعض الصالحين ببعض المعاصي الله سبحانه وتعالى. وقد سئل سيدي الجنيد البغدادي رحمه الله، إمام الطائفة، إمام السادة الصوفية، أيعصي الولي؟ أو قال له أيعصي الولي؟ يقول فأطرق رأسه ثم قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. أيعصي الولي؟ قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهذا له فوائد، من فوائده أن هذا خاصة الكمل من الأولياء، وخاصة أهل الإرشاد المرشد الكامل. إذا ما وقع في بعض المعاصي في يوم من الأيام يرحم عباد الله تعالى، إذا ما وقع في هذا، إذا ما صار في هذا، يعني يذكر نفسه. وحينما كان في مثل هذا، وكثير منهم كان مسرفا على نفسه ثم اجتباه ربه سبحانه وتعالى فهدى، فإذا هو يرحم خلق الله تعالى ويرحم عباد الله تعالى. ولذلك سيدي إبراهيم الدسوقي رحمه الله يقول: من نظر إلى الخلق بعين الشريعة لم يرحمه. شريعة فيها حدود، زنا، سرقة، قتل، كذا. ولو نظر إليهم بعين الحقيقة لرحمه. وهذه مزية الصوفي، ينظر بعين الشريعة وينظر بعين الحقيقة. بعين الشريعة نعم، حقوق الله وحدود الله سبحانه وتعالى واجبة. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من أشد الناس رحمة، وكان بالمؤمنين رحيما عليه الصلاة والسلام في 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 رجمه لماعز والغامدية. النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس رحمة، وهذه المرأة حينما يصرفها وهو ترضع ولدا هكذا من الفاحشة ثم يرددها مرة ومرتين وثلاث مرات وهكذا، النبي عليه الصلاة والسلام رحيم، فهو ينظر بعين الشريعة في إقامة الحد، وقد أقام الحد عليها، وينظر في عين بعين الحقيقة أن هذا يعني عبد لله سبحانه وتعالى، وأنه مقهور لأمر الله سبحانه وتعالى. لكن ثق تماما أن الله لا يظلمك، وأن الظلم محال في حقه جل جلاله. الله. والعصمة عندنا أهل السنة والجماعة للأنبياء، فالعصمة ليست إلا لنبي، حتى كبار الأولياء، حتى أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين عندنا. لكن نحن نقول بالحفظ. ما هو الحفظ؟ أن الله سبحانه وتعالى يحفظهم من المعاصي، وإذا وقع في شيء من ذلك بادر فتاب. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا يعني يقولون الشيخ ابن الفارض رحمه الله في بعض أبياته قال: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. ويتكلم هكذا يقول لنفسه استفهام إنكاري، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. يقول فرد عليه الهاتف، يعني شيء هكذا الله سبحانه وتعالى ألقاه في قلبه، قال: محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي ما ساء قط، معصوم. وقد قال سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه في حزب البحر: نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات. واستشكل الجاهلون هذا الكلام، وممن تولى كبر هذه القضية إمام الحشويين ابن تيمية، فألف هكذا رسالة في نقض حزب البحر. ما الذي تنقضه من حزب البحر هذا؟
هو 90% منه من القرآن والسنة، والباقي من الأدعية المباحة شرعا، وخاصة حزب البحر بالذات يعني تعقبت أنا كثيرا منه، يعني لا تكاد تجد فيه كلمة إلا وله فيها سلف. حتى الأشياء التي كنت يعني أستشكلها في حتى في الصباح، يقول كافة يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين، تجد كلاما لبعض الصحابة كابن مسعود أنه قال إن هذه الحروف المقطعة هي من أسماء الله تعالى. في بدايته يقول يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، تجد أن العلاء الحضرمي رحمه الله حينما ركب البحر مشى على البحر قال هذه المقدمة، يعني الشيخ أخذها من كلام الصحابة. العصمة، أسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات. غاب عن هذه مشكلة منكري المجاز، عندنا عصمة واجبة وعندنا عصمة جائزة، وكلنا نقول بالعصمة الجائزة. العصمة الواجبة يمتنع عليه المعصية كالأنبياء عليهم السلام، ونحن لا نرى هذا إلا للأنبياء عليهم السلام. العصمة الجائزة هي الحفظ، يعني الله سبحانه وتعالى يعطي وليه هبة يمنعه من المعاصي، يمنعه في مرحلة الولاية، قبلها قد يكون وقع فلم تتحقق العصمة. العصمة لم تتحقق لماذا؟ لأنه وقعت من أشياء، لكن بعد أن اجتباه الله سبحانه وتعالى ذهبت تلك المعاصي وتصبح إيش؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين. الذي يعني يأخذ عن الصالحين، والذي يأخذ عن أهل العلم، والذي يأخذ العلم بالإسناد، الله سبحانه وتعالى ينور قلبه وينور عقله ويعطيه سبلا للفهم ما كان يعهدها. أنت تدافع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الأولياء والصالحين، هل يخذلك الله سبحانه وتعالى؟ أنت والله لا يحتمل من أنت تدافع عن حزبه، فالله سبحانه وتعالى يدافع عنك سبحانه وتعالى. فإذا العصمة الواجبة هذه ممنوعة عندنا إلا الأنبياء، والعصمة الجائزة وممن جاءت في كلامه وفي كتبه وتكرر ذكر ذلك منه الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي في كتبه يذكر هذا وهو يسأل الله العصمة، ولم نجد واحدا من علماء المسلمين قال إن الشافعي رحمه الله أخطأ في طلب العصمة، لأن هذه العصمة الجائزة. لكن لما يقول أبو الحسن الشاذلي هنا يبدأ الناس يتكلمون. طيب هذا إمام كبير من أئمة المسلمين، ولم نجد نكيرا حتى جاء ابن تيمية. هذا ابن تيمية جعل هدفه الأكبر هو محاربة كل الكبار، لم يسلم من لسانه أحد حتى الصحابة وقع فيها. فإذا العصمة هذه الواجبة ممنوعة، العصمة الجائزة ممكن الله سبحانه وتعالى. شيخي عصمة مجموع الصحابة، عصمة مجموع الصحابة، لا الأمة عموما معصومة، الأمة عموما ليس الصحابة فقط، نحن أيضا الأمة معصومة، الأمة نعم لا تجمع خطأ أم السيدنا، واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة، فهذه أمة معصومة فضلا عن الصحابة، الصحابة من باب أولى. إذن الله سبحانه وتعالى يوفق من أراد فوزه، وقال ثم قال وخاذل لمن أراد بعده ومنجز لمن أراد وعده. كذلك الله تعالى يخذل من أراد بعده، من أراد أن يبعده يصاب بالخذلان. طبعا هذا الكلام قال به علماء أهل السنة والجماعة على إطلاقه، ولكنه مقيد في النصوص، وانتبه لهذا جدا، مقيد في النصوص أن الله سبحانه وتعالى لا يخذل إلا من به صفات معينة. ماذا قال؟ قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. فإذا الذي يصرف عن سبل الهدى، الذي يصرف عن الخير، ما هي الآية في سورة الأعراف هذه؟ الأعراف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض وأن يروا لا يتخذوه سبيلا وأن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فهذا مصروف، مصروف لماذا؟ لأنه رأى سبيل الحق ثم أعرض، ثم رأى سبيل الحق ثم أعرض، ثم رأى سبيل الحق ثم أعرض، ثم بعد ذلك يرى سبيل الحق فلا يستطيع أن يتبعه، الله سبحانه وتعالى يحول بينه وبين ذلك. فالمقدمات تكون من العبد، حتى نقول الله سبحانه وتعالى يحرم واحدا من الناس الهداية
المباشرة تكون من العبد، وخاذل لمن أراد بعده، ومنجز لمن أراد وعده. الوعد باتفاق علماء السنة بل ربما أهل الإسلام، الوعد لا يتخلف، الوعد لا يتخلف باتفاق علماء أشعرية ما تريدية، حتى المعتزلة وإن كانوا أهل بدعة لا يقولون بتخلف الوعد. لكن هل يتخلف الوعيد إذا ما وعد إنسانا بالعقوبة من أهل المعاصي فوعده بالعقوبة، هل يتخلف الوعيد؟ هنا الأشعرية يقولون الوعد لا يتخلف والوعيد يتخلف، والشيخ أشعري فيقول ماذا؟ ها؟ ومنجز لمن أراد وعده، فجعل الإنجاز للوعد. يستدلون ببيت لبعض العرب يقول وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، فيقولون إن من مكارم الأخلاق عدم الإخلاف بالوعد، ولكن الإخلاف بالوعيد يعني هذه مكرمة، لذلك الشاعر هنا تمدح بها وقال إني إذا وعدته ووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، فأنا أخلف الوعيد ولكن الوعد لا أخلفه. ساداتنا الماتريدية في هذه المسألة يعني يقتربون جدا من المعتزلة، يقتربون جدا من المعتزلة، والحقيقة يعني لهم حجة، يعني لهم حجة وهي ليست يعني ضعيفة، حجتهم قوية في هذا، وهي قضية ما يبدل القول لدي ما يلزم منه التخلف، الكلام ما يبدل القول لدي لم يقل الوعد، ما يبدل القول لدي، فإذا قال سأعذب سيعذب، وإذا قال سأرحم سأرحم، فالمسألة يعني لا تتمسك بها بشدة، ليست مسألة يعني مسألة قابلة للأخذ والرد، وكلام الماتريدية كلام معقول. وإن كان الأشعرية الحقيقة يعني السادة الماتريدية في تحرير المسائل أكثر وفي دقة عقلية أكثر، ولكن الأشعرية أكثر اتباع الأثر، تجد هكذا في خبايا الزوايا تجد أثر، هنا حديث وقد لا يكون بتلك القوة من يعني لا قد لا يكون صحيحا جدا، لكنه موجود حديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجز له، ومن أوعده على عمل عقابا فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن الوعد لا بد أن يتحقق، والوعيد قد يتحقق ولا يتحقق، لذلك الأشعرية هنا تمسكوا بالأثر حتى لا يظلم الإنسان الأشعرية، تمسك بالأثر. وكثير والحقيقة يعني المسألة إذن قلنا لكم مسألة يعني قابلة. قال الأشعرية ما تريدية يمتنع تخلف الوعيد كما يمتنع تخلف الوعد، يعني مثل المعتزلة، ولا يرد على ذلك أن الوعيد يتخلف في المؤمن المغفور له، لأن الآيات الواردة بعموم الوعيد مخرج منها المؤمن المغفور له، المغفور له خارج عن الآيات. نعم. سيدنا الشيخ الباجوري رحمه الله يعني استنبط يقولون لا مسألة هذه لا ثمرة لها، معظم مسائل الأشعرية والماتريدية الخلاف فيها خلاف لفظي، فسيدنا الباجوري رحمه الله استنبط منها يعني فرقا لطيفا، قال فوجد للخلاف ثمرة، يقول على قول الأشاعرة لك أن تقول اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم، اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم، ولا يصح ذلك على كلام الماتريدية، لأن بعض المؤمنين لا بد أن يعاقب، نعم، لأن الوعيد لا يتخلف. فوز السعيد عنده في الأزل كذا الشقي ثم لم ينتقل منذ الأزل،
علم الله سبحانه وتعالى لم يسبق بجهل ولم يسبق بعدم معرفة كعلم المخلوقين. علم الله أزلي أبدي لا بداية له ولا نهاية. فإذا فوز السعيد عنده في الأزلي، يعلم الله سبحانه وتعالى أن فلانا سيدخل الجنة، إذا هذا منذ الأزل. كذا الشقي ثم لم ينتقل، كذلك الشقي شقاؤه معلوم عند الله سبحانه وتعالى منذ الأزل. والأزل تعلمون هو عدم الأولية، عدم الأولية. هناك فرق بسيط بين الأشعرية والماتريدية في مسألة ما هي السعادة. الأشعرية يقولون السعادة أن يختم له بخير، فلا ينظرون إلى الحال بل ينظرون إلى المآل. والشقاء ما هو؟ أن يختم له بشر، كذلك النهاية، فينظرون إلى المآل. الأشعرية ماذا يقولون؟ هذا كلام الأشعرية. ماذا يقول الماتريدية؟ السعادة هي الإيمان في الحال، والشقاوة هي الكفر كذلك، يعني حالا. فالسعيد هو المؤمن في الحال، وإذا مات على الكفر فقد انقلب شقيا بعد أن كان سعيدا. والشقي هو الكافر في الحال، وإذا مات على الإيمان فقد انقلب سعيدا بعد أن كان شقيا. الشيخ أيضا الباجوري رحمه الله خرج عليها فرعا سبق أن درسناه بتوسع في قواعد العقائد، وهو قولهم أنا مؤمن إن شاء الله. فكلمة أنا مؤمن إن شاء الله عند الأشعرية تصح، لأن لا أعلم مالي. الغزالي يقول هذا كلام، حجة الإسلام الغزالي يقول أن لا أعلم مال، فأقصد مؤمن يعني أحسن الله ختامي. طيب الماتريدية منعوا أنا مؤمن إن شاء الله، لماذا؟ لأن السعادة عندهم الحال، أنا مؤمن خلاص، قل أنا مؤمن تحقيقا، لأنك إذا ترددت في هذا يعني تشكك في الإيمان. فهذه ثمرة الخلاف بين هذا بين هؤلاء وهؤلاء رضي الله عن الجميع. وعندنا للعبد كسب كلفا ولم يكن مؤثرا فلتعرفا. وعندنا العبد كسب كلفا ولم يكن مؤثرا فلتعرفا. هذه المسألة على فكرة قال بها الأشعرية والماتريدية، انتبه جيدا، لأن كثيرا من الحشوية والرعاع وأهل الأهواء والحداثيين وأنصاف العلماء وأرباع المتكلمين، يعني هؤلاء هكذا يعني حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، يتطرفون بقضية الكسب للأشعري ويهزؤون به حتى جعلوها من المستحيلات. طيب فصار بعضهم يقول إيه المستحيلات هي إيش؟ طفرة النظام، طفرة النظام وكسب الأشعري وأحوال أبي هاشم، يعني يهزؤون بهذا الكلام خصوم الأشعرية. ما هو الكسب؟ الواقع أن سيدنا أبا الحسن الأشعري رضي الله عنه نظر إلى ظاهر القرآن، نظر إلى ظاهر القرآن، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وأمثال هذه الآية: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. فالإمام الأشعري رحمه الله لم يأتي هذا من بنات أفكاره بل أخذه من ظاهر القرآن. فما هو الكسب يا إمامنا؟ تفسير الكسب هذا قد يكون الأشعري وقلت أهل السنة ليس الأشعرية، حتى الماتريدية يقولون بهذا الكلام. ما هو الكسب؟ يعني هو نوع الاختيار الموجود في الإنسان. كلنا يعلم ضرورة أن الإنسان ليس على درجة واحدة، فهناك اليد المرتعشة، هذه حركتها لا إرادية بالإجماع عند المعتزلي أشعري ماتريدية عند جميع الناس. أنا رعاش نسأل الله العافية والسلامة، هناك مرض يسمى الرعاش
ولا سيما لكبار السن لا يستطيع أن يمسك يده. هذا المرتعش حركته لا إرادية وهو مجبر عليها، لا يستطيع أن يتصرف فيها. ليس هذا موضوع البحث. طيب الإنسان الذي يمسك هذه الكأس بيده، طيب أنا ضرورة أرى من نفسي القدرة على فعل هذا؟ طيب هل أنا خلقت هذا الشيء؟ أبدا مستحيل، أنا لا أخلق، لأنه قلنا عن توحيد الأفعال. طيب ما الذي حصل؟ طيب هل لي الاختيار المطلق؟ لا، أنا عبد. طيب ما هو القصة؟ هو نوع اختيار موجود في الإنسان، هذا النوع من الاختيار الذي به يقدم على فعل الخير وترك الشر، وعلى أساسه يحصل إيمان بالرسل. لو كان الناس مجبورين لم يرسل له الرسل، خلاص هذا مؤمن وهذا كافر وانتهى كل شيء. طيب لماذا أرسل الرسل؟ إذن يوجد اختيار، ما دام جاء الرسل معناته الإنسان عنده اختيار، لكن هل اختياره مطلق يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى؟ لا. فالكسب نقطة التقاء القديم بالحادث. أعطيكم مثالا من عندي ما سمعته، يعني لكن من عندي أقول، هذا قد أكون مسبوقا لكن هذا من عندي. طلبت لتدفع سيارة حتى تتحرك، أنت لا تستطيع أن تحركها، وجودك وعدمك سواء، تمام؟ لكنك قمت بهذا الدفع، بهذا الامتثال، حصل صورة أنك قمت بهذا الشيء، لكن الدفع السيارة دفع من قبل غيرك. تلك قدر الله سبحانه ولله المثل الأعلى، هي الأمور ستمشي، لكن أنت لو لك يعني إذا امتنعت عن دفع السيارة مع القوم الذين فزعوا إلى دفعها تكون قد أثمت، لأن طلب منك أن تدفعها فقمت إلى الدفع. دفعك هذا نعم أنت بذلت وسعك في هذا، ولكنه في واقع الأمر لا يقدم ولا يؤخر، لأن القوة الأخرى ستقوم بالواجب وزيادة، تمام؟ فهذا هو الكسب، يعني صورة تقريبية. أعطي مثالا آخر، المسألة تحتاج إلى يعني أمثلة. كنا على سفينة كبيرة جدا 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 ضخمة جدا عملاقة، ربان السفينة قال يا قوم الآن كلكم سيروا فوق هذه السفينة، اركضوا خلف فوقها بهذا الاتجاه، بهذا الاتجاه، باتجاه السفينة. استجاب قوم وقام آخرون بالعكس، صار يمشي خلف السفينة. ستصل السفينة في الآخر كما أراد لها الربان، ولكن هذا الذي خالف أمره باء بالإثم وفعل فعله، وهو يقدر عليه لكنه لا يضر ولا يقدم ولا يؤخر. أشبه هذا الكسب أنا من عندي بجهاز، جهاز ملكك الله إياه، هذا الجهاز موجود عندك اسمه جهاز الاختيار، تستطيع أن تختار وتستطيع أن ترفض. الجهاز مفتاحه بيدك، لكن الطاقة ليست من عندك والقوة ليست من عندك، الجهاز ليس من صنعتك، وأنت لا تقدم ولا تؤخر، لكن تستطيع أن تستعمله في مكنت منه. فمكنك الله سبحانه وتعالى من جهاز الاختيار هذا. فالله سبحانه وتعالى حقيقة حينما ملكك هذا الاختيار هو الخالق لك ولما يصدر عن هذا الجهاز، هو خالقه وخالق ما يصدر عنه، وهو بإرادته جار. فأنا عندي الآن نوع اختيار، عندي قدرة ما على هذا الشيء، لكن هل لي الاختيار مطلق؟ لا أبدا. طيب هل أنا مضطر مكره؟ لا، عندي نوع اختيار. مثال آخر، سيارة أعطاك إياها، أعطاك أبوك هذه السيارة، أعطاك المفتاح، خذ هذه السيارة، التزم بقواعد السلامة، لا تسرع، لا تفعل كل شيء يؤذيك،
فإن فعلت هذا فأنت ناجٍ وأنت وأنا راضٍ عنك. أخذت السيارة أنت فقمت بما أمر أبوك، فأبوك يريد أن تصل إلى بر الأمان ويرتضي أن تصل إلى بر الأمان ويرتضي أن لا يصيبك مكروه في هذه السيارة. طيب، هذه حالة المؤمن الطائع في اختياره، أعطاك أبوك سيارة وخالفت أمره في كل ما فعل، فهو يريد هذا الأمر إعطاك السيارة وهو يريد ما حصل منه سواء كان مرضيا له أو غير مرضي، فخالفت أمره، خالفت الأمر الشرعي، ما الذي حصل؟ عرضت نفسك للهلاك. هل يرضى عنك من أعطاك السيارة؟ لا يرضى. لماذا؟ لأنك خالفت أمره. واضح الصورة؟ كذلك صورة الكسب والاختيار. طيب، علم الأب الذكي جدا، علم أن ولده هذا الذي أعطاه السيارة سيلتزم بالقواعد وأن الثاني لن يلتزم بالقواعد. هل الإنسان الذي لم يلتزم بقواعد السلامة فأتلف نفسه، هل له أن يحاسب أباه فيقول أنت علمت أنني لن ألتزم فلماذا أعطيتني السيارة؟ فليس لك أن تحاسب على العلم، لأن العلم صفة كاشفة وليس صفة دافعة. جاء كتب الأب في مذكراته، كتب ولدي هذا سيلتزم بقواعد السلامة وسأكون راضيا عنه، كتب في ورقة وضعها هنا، وولدي هذا لن يلتزم بقواعد السلامة فكتبها في ورقة وضعها، فصار عندي شيء مكتوب. فهل للابن الذي لم يلتزم بقواعد السلامة أن يقول يا أبي أنت أسأت وأنت أجبرتني على هذا الفعل لأنك كتبت في ورقة أنني لن ألتزم بهذا؟ كذلك القضاء والقدر هو مكتوب، فمكتوب لكن الكتابة صفة كاشفة وليس صفة دافعة. هذا هو يعني ملخص موضوع الاختيار. أكثر من هذا يعني نقطة التقاء القدم بالحادث، كيف يكون هذا؟ هنا يأتي القدر، إذا يأتي الحديث إذا ذكر القدر فأمسكه. بعض شيوخنا كالشيخ البوطي يتشدد في رد هذا الحديث ولا يعمل به، وآخرون من الشيوخ يقول لا، حتى وإن كان ضعيفا فهناك مرحلة وعرة يصعب الدخول فيها. إذا دخلت في موضوع القدر وتعمقت في هذا الموضوع ستصل إلى مناطق وعرة، لأنك لن تفهم حقيقة تصرف الله سبحانه وتعالى في الأكوان فيؤدي إلى خلل عندك. لذلك إذا ذكر القدر فأمسكه. يكفينا هذا النظرة الكلية، هذه النظرة الكلية تكفينا، والأمثلة التقريبية تكفينا، ولله المثل الأعلى. وأيضا أزيد في هذا الأمر، تعلمون مذهب أهل السنة والجماعة في الأسباب، في الأسباب عندنا ثلاث مذاهب. مذهب الفلاسفة يقولون بالطبع الأسباب مؤثرة بطبعها بذاتها، وقلنا هذا كفر. المذهب الثاني مذهب المعتزلة يقول بقوة أودعها الله تعالى في الأسباب، هذا بدعة. في قول ثالث يعني إذا أحببت أن تضيفوه، وقال قول ابن تيمية وقول من لف لفه، يقول لا، الأسباب هذه مؤثرة ولكن الله سبحانه وتعالى جعلها مؤثرة، يعني هو جعل التأثير لله سبحانه وتعالى. وأيضا لا ينكرون معجزات الأنبياء. فالشيخ الباجوري رحمه الله يقول وهذا القول ليس كفرا لكنه جهل، هذا قول جهل، كيف الله سبحانه وتعالى مكن الإنسان، يعني ملكه جعله هكذا، يعني يجعل كأنه جعل مؤثرا مع الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني ليس يعني قولا سديدا. طيب، ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتي. طيب، كذلك في موضوع الكسب، القدري
أو الدهري، الدهري قبل القدري. الدهري هذا الإنسان يرى الإنسان قادر على كل شيء، والإنسان مثل الفلاسفة يقول بالطبع، يقول هذا الإنسان يستطيع أن يفعل ويستطيع أن لا يفعل، يعني له إرادة مطلقة وقوة مطلقة وأثر مؤثر لا محالة. هذا كلام غير صحيح ومخالف الدين. المعتزلي يقول لا، الإنسان فيه قوة مودعة بها يخلق أفعال نفسه، قد لا يصرحون بهذا التعبير القبيح، قد يقول العبارة ألطف، لكن مآلها إلى هذا أن الإنسان يخلق أفعال نفسه. هذا كلام راجع إلى مسألة القوة المودعة. ماذا يقول الأشعرية؟ يقول السبب ما يحصل الشيء عنده لا به، السبب ما يحصل الشيء عنده لا به. فهذه الأسباب، ومنها الكسب، ومنها إقدامك على فعل الطاعات، ومنها إقدامك على فعل المعاصي، هذه أسباب، أليس كذلك؟ مباشرة فعل الزنا، مباشرة فعل السرقة، مباشرة فعل القتل، مباشرة الصلاة، مباشرة الحج، مباشرة الذكر، هي أفعال. فهذه يحصل الشيء عندها لا بها. فأنا بهذه الأسباب بمباشرتي للعمل يحصل الشيء المعمول. طيب أنا فعلته؟ قال لا، حصل الشيء عنده لا به. مثل هذا الماء الذي حصل الري عنده لا به. كذلك هذا الكسب حصل، يعني كسب راجع إلى نظرية الأسباب عند أهل السنة والجماعة. يعني حتى تفهمه جيدا عد إلى نظرية الأسباب، فنقول فهو سبب من الأسباب يحصل الشيء عنده لا به، إنما حصوله يكون بأمر الله سبحانه وتعالى، فليس مجبورا ولا اختيارا، وليس كلا يفعل اختيارا. الإنسان ليس مجبورا جبرا مطلقا كما قال الجبرية، يقولون الإنسان ريشة في مهب الريح تطير، ليس لها قدرة، لا تحرك ساكنا، هكذا قال الجبرية. حتى قال شاعرهم موردا على أهل السنة يقول ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، فأنت جعلته هكذا تقول ثم لا تبتل. فرد عليه بعض أهل السنة قال إن حفه اللطف لم يمسسه من بلل ولم يبالي بتكتيف وإلقاء، وإن يكن قدر المولى بغرقته فهو الغريق ولو ألقي بصحرائي. ليس مجبورا الإنسان، وليس لا يوجد جبر محض، وأيضا لا يوجد اختيار محض، إنما له نوع اختيار، وليس كل أن يفعل اختياره. فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. هو خالق أفعال العباد، فخالق لعبده وما عمل، والعبد مملوك لخالقه وسيده جل جلاله، والإنسان والمالك يفعل في ملكه ما يشاء، ولا يقال له لما فعلت وهل لا فعلت، لأن الظلم غير متصور بحق الله سبحانه وتعالى، غير متصور أساسا. لماذا؟ لأن العبد مملوك لله، والتصرف هو وضع الشيء في غير محله لغير من لمن لا يملكه. أما الذي يملك الشيء ويضعه في محله أو في غير محله ما دام هو المالك، يا أخي هذا الشيء كان سحب أضعه هنا وأحب أضعه في مكان آخر، فهذا بيتي وهذا ملكي وأفعل ما أشاء. التصرف بملكه لا يقال له ظلم، الظلم هو أن يتصرف في غير ملكه. لذلك نقول فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. ثواب الله سبحانه وتعالى محض فضل منه. وبهذا جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. لاحظ، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالنعيم
محض فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم، جعله استحقاقا كرما من نفسه سبحانه وتعالى، وألزم نفسه بهذا سبحانه وتعالى وليس ملزما عليه، فالتفضل من الله سبحانه وتعالى. فتنعيمه للمخلوق للإنسان هذا بمحض فضله، وعذابه للعاصي لأنه خالف أمر مولاه فهذا بمحض عدله سبحانه وتعالى. وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، وقوله من الصلاح واجب عليه على الله تعالى زور، يعني زور خبر إن، وقوله من الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب. وهذه مسألة عند المعتزلة، وهي مسألة أنه يجب على الله تعالى الصالح ويجب عليه الأصلح. هذه المسألة من عيوب مذهب المعتزلة الكبيرة، وهي سبب ترك الإمام أبي الحسن الأشعري لمذهب الاعتزال. قصة حصلت مع شيخ الجبائي، هو ابن زوجته فهو ربيبه في بيته، فالجبائي إمام المعتزلة وكان الشيخ معتزليا في أول أمره، فكان يقرر مذهب الاعتزال. إذا شغب ربيبه هذا يعني أبو زوج أمه هو يخلفه في الدرس، فسأله مرة عن مسألة، قال ما تقول في ثلاثة أخوة مات أحدهم كبيرا مطيعا والآخر كبيرا عاصيا والثالث صغيرا؟ واحد مات على الطاعة وهو كبير، الثاني مات على المعصية وهو كبير، الثالث صغير. فقال الجبائي الأول يثاب بالجنة، هذا على أصول المعتزلة يجب على الله يدخله الجنة، والثاني يعاقب بالنار، الوعيد لا يتخلف وهو عاصٍ فيجب عليه أن يدخل النار. طيب، والثالث قال لا يثاب ولا يعاقب الذي مات صغيرا. فقاله الإمام الأشعري فإن قال الثالث الذي لا يثاب ولا يعاقب يا ربي لما أمتني صغيرا وما أبقيتني فحتى أضيعه فأدخل الجنة، أليس هذا الصالح لي والأصلح؟ قال جباي يقول له الرب إني أعلم أنك لو كبرت عصيت فتدخل النار، فكان الأصلح لك أن تموت صغيرا. هنا رد مات على المعصية فيقول يا رب طيب إذا كنت قد علمت أني سأدخل النار فلماذا لم تمتني صغيرا وهذا هو الأصلح لي والصالح؟ قالوا فانقطع الجبائي عن هذه، قطع، فترك هذه بداية ترك الإمام الأشعري لمذهب أهل الاعتزال. والحقيقة ما عليك إلا أن تقرأ القرآن من أوله إلى آخره، ولا سيما لمفسر كبير من مفسري أهل السنة كالنسفي مثلا أو البيضاوي أو أبي السعود أو أحد الكبار هؤلاء، لتجد أن القرآن كاملا يفيض بنقض مذهب الصالح والأصلح، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ويضل الله الظالمين. طيب هنا يضل الظالمين، وقطعا الأصلح الظالمين أن لا يضلهم، أن يهديهم سبحانه وتعالى، فلماذا أضلهم؟ وهكذا قال بعض الأشعرية متطرفا، قال طبعا الأشعرية والماتريدية، قال إبليس كان أفهم من المعتزلة، قال ربي بما أغويتني، فهو يعني نسب الإغواء إلى الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة هذه المسألة تفيض كتب، يفيض القرآن بنقضها. والحق والواقع، حتى الواقع الآن حياتنا التي نعيشها الآن، دخول الإنسان إلى الخلاء في الدنيا سواء كان أصلح في الدين أو في الدنيا، دخول الإنسان إلى الخلاء هناك احتمالات من الممكنات، ملايين احتمالات تكون أحسن من هذا الشيء. فلو جعل الله سبحانه وتعالى جعله كأهل الجنة يرشح منه ريح المسك بدل النجاسات وبدل معالجة هذه الأشياء، بلا شك هذا أصلح للإنسان. ف
فالله سبحانه وترك ترك أصلح وجعل له ما هو ليس صالحا وليس أصلح. فقضية الصلاح والأصلح هذه يعني من مسائل المعتزلة الهشة. المعتزلة قد يستدلون ببعض الظواهر القرآنية، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لاحظ على الله رزقها، إذن هذا على تدل على الوجوب، فيجب على الله سبحانه وتعالى أن يرزق هذه أبدا، هذا تفضل منه ورحمة سبحانه وتعالى، فهذه على ليست على ظاهرها، المراد به تفضل من الله سبحانه وتعالى وهكذا. وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور، ما عليه واجب، ألم يروا إلى ما هو الأطفال وشبهها فحاذر المحالة أو المحالة أو المحالة، ثلاثة احتمالات. المحال هذا في سورة الرعد، على نعم الرعد، قال والله هو شديد المحال يعني شديد العقاب، فحاذر المحال يعني احذر عقاب الله تعالى، فحاذر المحال، قال المحال في اللغة هو الشك، فإياك أن تشك في هذا الحكم، فحاذر المحال الذي هو المستحيل العقلي في حق الله سبحانه وتعالى. ألم يروا إيماء إلام والأطفال، لاحظ هذا الشيء، لماذا ذكر أطفال وخصهم بالذكر؟ لأن الطفل حقيقة لم يذنب حتى عند المعتزلة، هذا الطفل الذي يتألم وأشد أنواع الألم، مريض بين صلى الله عليه وسلم سرطانات ونحوه وكذا يتألم جدا، طيب هذا لم يرتكب ذنبا حتى يقال عقوبة. طيب هذه قضية اعتبارية بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أنت ترى هذا الشيء، هذه الحروب والكوارث التي حصلت وتحصل، نحن نظرتنا قاصرة، الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، يعلم المصلحة أين تكون. ويعني ذكر لي بعض الصالحين في الأزمة التي حصلت في الشام، قال لي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام أربي بالواسطة، وشخص التقيت به لكن أربي بهالحادثة بالواسطة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا وقال له يعني يا رسول الله يعني ما هذا الذي يحصل بأمتك يعني، فقال له إن الله يعلم من أحوال خلقه ما لا تعلمون، إن الله يعلم من أحوال خلقه ما لا تعلمون. وحصل مثل هذا يذكرون، لكن الحقيقة المبالغات في الأرقام في التاريخ وإلى يومنا هذا، الأرقام هذه إذا لم يوجد إحصاء دقيق فأغلبها يعني مبالغات، 500,000 و600,000 ومليون، قال ذكروا في بغداد قال قتل 1,000 إنسان أيام دخول التتار، يعني مليون إنسان، هذا عدد كبير جدا، قد يكون صحيحا وقد لا يكون، قضية لا ينبني عليها شيء. فهذه الجرائم الكبرى وطغيان الطغاة، ستالين هذا ما هو بعيد، ما صار 70 سنة، ستالين قتل أكثر من 20 مليون إنسان، أكثر من 20 مليون إنسان. طيب ما الحكمة في هذا؟ الله سبحانه وتعالى بصير، الله سبحانه وتعالى يعلم، يعني ليس عند نحن نظرتنا قاصرة، لم نطلع على كل شيء، فهو صالح وأصلح بالنسبة لله سبحانه، بالنسبة لله تعالى لا يوجد صالح وأصلح، الله سبحانه وتعالى الأمور عنده كلها متساوية، كلها نسبية، صالح وأصلح بالنسبة لك، وما هو صالح بالنسبة لك ها ليس صالحا بالنسبة لغيرك. وهذا القاتل السفاح ها مصلحته في قتل الناس حتى يستتب له الأمر، والمقتول كان يريد أن يزيله فأيضا له مصلحة، فالمصالح هذه نسبية بالنسبة للخلق. أما الله سبحانه وتعالى لما قام الشرائع وجعل القتل حراما ها هنا نقول نرجع للشرع، وحتى الحلال والحرام بالنسبة لنا هذه قوانين جعلها الله لنا، هي ليست ملزمة لله سبحانه وتعالى، الله ليس في فعله حلال وحرام، حلال وحرام هذا في فعل المكلف. فهذا الطفل الذي يتألم لم يرتكب ذنبا، ولا يوجد تكفير، حتى يقول تكفير ولا يوجد عقاب معجل، طيب ما الحكمة في هذا؟ هذا لله الحكمة البالغة. شوف أنت في عالم الحيوان وفي عالم الطيور تجد عجائب وغرائب، حيوان لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وهو عبارة عن هو أكل لأول أكل، وجبة لأول أكل، حيوانات كثيرة جدا جدا، مخلوقات هائلة، هي تعيش على أشياء بسيطة أو على الزرع أو كذا، هي وجبة لأول أكل،
العصفور مثلا لا يعتدي على احد العصفور، هو ياكل الزرع فقط. الحيه تاكله، البومه تاكله، الصقر ياكله، كل الجواح تاكله، القطه تاكله، فهو هكذا. طيب يعني هذا الان علماء البيئه عندهم حكم في هذا، شيء يسمى التوازن البيئي، ويذكرون اشياء حتى حقيقه اشياء دقيقه جدا جدا، يعني قد نختم بها للفائده. ما يسمى التوازن البيئي، هناك حلقه متكامله في الكون، هذه بالعصر الحديث اكتشفت متاخرا جدا، يعني ممكن قبل 30 سنه الناس كانوا يتشككون فيها. وكان اذكر عبارات للماركسيين ونحوهم والعلمانيين كانوا يهزمون بمثل هذا، يقولون نحن ادركنا، الماركسيين يقولون القطه تاكل الفار، والقطه والفار يسبحان الله تعالى، يستهزئ بها، خلقها الله من اجل ان تاكلها القطه، وهذه تسبح الله وهذه تسبح الله، هذا حكي قبل 30 سنه مو بعيد، كانوا يقولون هذا الكلام. واذكر واحد زمان فرنسي له كتاب اسمه عوده الوفاق بين الانسان والبيئه، واخذ جائزه عالميه وقتها، يقول في اخطاء، يقول وجدنا اخطاء في الكون. كيف هي اخطاء في الكون؟ قال وجدنا قندس ارجله عريضه فتعيقه في الحركه، متعبه له يعني. هو لم يفهم، فلذلك قال ايش؟ قال ايضا وعل، هذه القرون كبيره ما الحاجه اليها. هو اكتشف ان هذه اخطاء في الكون. يرحم الله الشيخ بوطي رحمه الله، اذكره ذكر مثالا، قال انسان وجد يعني قصرا منيفا فيه كل ما لذ وطاب وفيه كل ما يحتاجه الانسان، فكلما دخل الانسان يعني اندهش بحكمه صانع هذا القصر وانبهر بحسن تدبيره، ثم صار ينتقل من شرفه الى شرفه ومن مكان الى مكان، فوجد في بعض زوايا القصر مسمارا مدقوقا، فكر على اصل كلامه بالبطلان، وقال انا كنت مخطئا وواهما، بما اني وجدت مسمارا لا حاجه لنا به فاذا هذا ليس حكيما، هكذا يفعل هؤلاء الناس. بينما يقول الغزالي رحمه الله في له كتيب صغير، اقول اسم الحكمة من مخلوقات الله عز وجل. نعم له الحكمة من مخلوقات الله عز وجل، يقول لو اجتمع في كل إنسان كل عقول الدنيا ليدرك ما أودع في مخلوق واحد من الحكم لعجز، لعجزوا جميعا، يعني كل واحد من الناس عنده جميع أفهام الدنيا، ليدركوا ما ركب في مخلوق واحد من الحكم لعجزوا، ولو وصل كل واحد إلى اجتهاده، فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. الآن صارت المسألة مكشوفة جدا جدا جدا، حتى صارت من بديهيات في علم البيئة وفي علم الطبيعة. الصين في فترة من الفترات رأت، هم ماركسيون ملاحدة كفار لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، رأى أن العصفور يأكل باليوم مثلا 10 غرامات من الرز. عندنا كذا مليون كذا مليار عصفور في الصين. هذه حسبها بورق وقلم خبير اقتصادي، قال كل عصفور من هذه العصافير يأكل في اليوم 10 غرام من الرز. إذا سينقص الدخل القومي من الرز في الصين كذا مليون طن بسبب العصافير. فلماذا نجعلها طعاما للعصافير؟ خلاص نقوم بحملة وطنية لقضاء العصافير. والصين تستطيع أن تفعل هذا. كل معاملة لابد أن تأتي بخمس عصافير أو 10 عصافير. خلال فترة قصيرة انتهت العصافير. في تلك السنة فعلا كان الإنتاج وفيرا جدا من الرز. ما في عصافير، ما أحد يشاركهم في هذا. في السنة الثانية انخفض الإنتاج للنصف، فوجدوا أن هذا العصفور اللي يأكل 10 غرامات من الرز يأكل معه في طريقها 5 غرامات من الدود الضار والطفيليات التي تقضي على الرز، فاضطروا مرة ثانية إلى العودة إلى تربية العصافير. ومصر حصل معها نفس الشيء. مصر دولة مصر من زمان ليس بعيدا، في عندهم طائر اسمه أبو قردان كذلك قضي عليه، فاضطروا إلى دفع ملايين الدولارات من أجل إعادته حتى يكون موجودا كذا. والساحل السوري إذا أحد منكم ذهب إليه يعاني الناس لك من كثرة الجرذان، جرذان بشكل يعني شيء لا يحتمل. السبب في هذا ما كنت أعلمه، كنت أرى كثرة الجرذان ما كنت أعلم السر في هذا. السر في هذا سمعت من بعض المختصين أنهم قبل فترة
قبل 20-30 سنة قاموا بحملة للقضاء على الحيات. عندهم أفاعي شديدة في 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 منطقة الساحل، فقاموا بحملة وطنية للقضاء عليها، فصارت الجرادين جردان هكذا. ولذلك الكون هذا من كل شيء موزون، إن كل شيء خلقناه بقدر. قلنا سيدنا نوح ماذا قال؟ احمل من كل زوجين اثنين وأهلك. فهذا الكون كله في تكامل، كله في حكمة بالغة. فالله سبحانه وتعالى قد نفهم وقد لا نفهم لماذا أبكى الطفل وألمه حتى يثيب أبويه، حكمة لله سبحانه وتعالى، حتى يحبب الولد والديه فتشفق الأم وهكذا، ويزيد لبنهم على الإشفاق. نعم، ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها فحاذر المحالة أو المحالة، وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام وجهل الكفر، لأن هذه الأشياء كما قلنا هي قضايا اعتبارية، قضايا اعتبارية. ما كان زواجا حلالا في شريعة آدم وكان حل من الزلال، هو الآن جريمة عظمى يستحق فاعلها أشد أنواع العقوبات. كان إنسان في شريعة آدم يتزوج أخته حتى يتم النسل، وآدم نبي من أنبياء الله تعالى، ولا بد أن يتم النسل بهذه الطريقة. لاحظ الصورة واحدة، هنا زواج يثاب صاحبه، وهنا جريمة عظمى من أشد وأقبح أنواع الجرائم. ما الذي حصل؟ هذا يأتون الحداثيون والعلمانيون وكذا يقول ما الفرق بين الزواج والزنا؟ ورقة صغيرة هي الفرق، خلاص نحن اتفقنا هذا ورقة، أو يعني زوجتك قبلت، ما الذي حصل؟ حقيقة زوجتك وقبلت، لا تقدم ولا تؤخر في واقع الأمر، لكن الله حل هذا وحرم هذا. قال وقالوا إنما بيع مثل الربا، ثم ماذا كان الجواب؟ قال وحل الله البيع وحرم الربا. نعم البيع مثل الربا، لكن هذا حلال وهذا حرام. فإذا هذه الأشياء الحلال والحرام أشياء نسبية، أشياء اعتبارية، هي بالنسبة لله سواء، أما بالنسبة للمخلوق هذا حلال وهذا حرام، وعلى المخلوق أن يلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى، ليس لأشياء ذاتية. الآن في ناس في المجلات وفي التلفزيون وكذا يأتي الحكمة من معرفة، نعم في حكم كثيرة جدا جدا، لكنهم يتقولون كثيرا. الواقع في أشياء الشريعة صادقة، والشريعة جاءت لمصالح الناس في الدارين، ولكن مصالح الناس في الدارين قد لا تكون كلها مادية، في أشياء مادية وفي أشياء معنوية. يعني هذا خلاصة درسنا اليوم. الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بالإيمان بالقدر، اللي هو إيش يعني ما ذكرناه اليوم، هو مقدمات ممهدات لموضوع الإيمان بالقضاء والقدر، وربما شرحنا معظم ما يتعلق بالقدر في هذا الشرح. إذا يوجد عندكم أسئلة مرحبا بكم.